سمعتوا عن أكبر شخص حصل على الدكتوراه في مصر عن سن 85 سنة؟ طبعاً سمعك يلي بتقول أنا بقالي 4 سنين في بزنس ومش طايق نفسي. صباح الخير يا أصدقائي، أنا مريم سوريكا and this is the good news. الدكتور فتحي غانم حصل على شهادة الدكتوراه في شهر مارس اللي فات من كلية التجارة جامعة حلوان. الدكتور فتحي قضى حياته كلها بيشتغل وبيسافر علشان يوفر لعيلته أحسن مستوى معيشة، بس علشان هو مؤمن بمقولة طه حسين إن العلم كالماء والهواء، قرر إنه يرجع تاني للدراسة. ومش بس كده، دكتور فتحي كمان ناوي إن هو يحضر ماجستير ودكتوراه تانيين. ده كان الخبر الحلو بتاع النهاردة، ما تنسوش تعملولي منشن في أي قصة حلوة تلاقوها، زي ما بنت الدكتور فتحي بعتتلي قصة باباها. شكراً.